أهلا بكم. في بيان مشترك حول زيارة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى باريس، أكدت دولة الكويت وفرنسا على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ورحب الجانبان ببدء المفاوضات الرامية إلى إقامة آلية للتمويل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي، حيث يعادل الاستثمار الكويتي مليار يورو، مع التجديد على أهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية في البلاد. التفاصيل في تقرير حماد العجمي. في إطار تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وفرنسا، وقع الجانبان بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونظيره الفرنسي مانويل فالسي على إعلان نوايا بشأن التعاون بين المؤسسات المالية الكويتية وبي بي آي فرانس، رغبة في إنشاء صناديق مالية فرنسية باعتبارها استثمارا كويتي بمبلغ يعادل 450 مليون يورو بمساهمة من الطرفين من قبل المؤسسات المالية وفقا لنظمهما. كما رحب الجانبان الكويتي والفرنسي ببدء المفاوضات الرامية إلى إقامة آلية للتمويل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي، بحيث يكون الاستثمار الكويتي بما يعادل مليار يورو. وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، اتفق الجانبان من خلال الدخول في استثمارات متبادلة، وأكدا ارتياحهما العميق لحجم الاستثمارات التي تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار في فرنسا والتي تجاوزت 10 مليارات يورو، مع إبداء الرغبة المتبادلة بزيادتها، مشددين على أهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية في الكويت مع التطلع للمزيد من المشاركات في السوق الكويتي. كما بحث الجانبان إمكانية التعاون بين الكويت وفرنسا في القارة الإفريقية من خلال تمويل مشاريع تنموية مشتركة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. وحول التعاون في مجال البيئة والزراعة والتنمية المستدامة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، والتنمية المستدامة والبيئة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بمشروع الترتيبات الإدارية بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الفرنسية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في دولة الكويت، قدم الجانب الفرنسي للجانب الكويتي آلية تنفيذية للتعاون في المجال الزراعي بالإضافة إلى القواعد الخاصة لتقوية قطاع الألبان في الكويت، فيما أبدى الجانب الكويتي رغبته في تعزيز هذا التعاون وموافاة الجانب الفرنسي برأيه في أقرب فرصة ممكنة.